أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكتابه العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ويا رب ثبتني على الأمانية بجاه رسول الله خير البرية. ويا رب ثبتني على الأمانية بجاه رسول الله خير البرية. بدأت بسم الله والحمد إذا هدى بمعروف إلى ولكم للأمانية. ويا رب ثبتني على الأمانية بجاه رسول الله. أصلي على النبي وأسمي قصيدتي بيا قطة فريدة في الطريقة. ويا ربي ثبتني على مليتي بجاه رسول الله غير المليتي. تجانية للهتم والقطب أحمد تجاني مراوي وفاسي تربتي. ويا ربي ثبتني على مليتي بجاه رسول الله خير البريه. هو البرزخ الاعلى وقدس الوسائل وينبوء رحمه وبهر الحقيقه. ويا رب ثبتني على الامنيه بجاه رسول الله خير البريه. وبالحتم والمكتوم سمي عندهم لحتم ولاية وكتمان رتبتي. ويا رب ثبتني على أمنيتي يا رسول الله يا البرية. به حتم المولى كمال ولاية كما ختمت رأسا بروح وكلمتي. ويا رب ثبتني على أمنيتي يا رسول الله يا البرية. سينزل حاتما ظهور ولايته فليس ولي بعده بالمشيئة. ويا رب ثبتني على مديتي يا رسول الله يا البرية. واني كنيته ابا الخير انه يمد جميع العالمين بخيرك. ويا رب ثبتني على منيتي بجاه رسول الله خير البريه. فكل ولي كيف كان ببهره امد بقدر ما له من فريلك. ويا رب ثبتني على منيتي يا رسول الله خير البريه. من اول نشات العوالم كلها الى النبي يسقي كل فرد وذره. ويا رب ثبتني على عمليتي يا رسول الله خير البريه.
وأسأل ربي أن يمن بفرلي وفرل رسوله علي بفيرتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي بجاه رسول الله خير البرية. فما فار من ذات النبي محمد تلقته ذات الاتم دون وسيلتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي بجاه رسول الله خير البرية. كما تتلقى كل خير من انبياء ورسل عليهم جميعا تهيتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي يا رسول الله غير البرية. فمنها تفرت الخيور الهليقة فما ذرة إلا وفازت بقسمتي. فيا ربي ثبتني على العبدية بجاه رسول الله غير البرية. بواسطة الهتم التجاني أحمد أبي الخير قل بذا بسر وجارتي. فيا ربي ثبتني على العبدية بجاه رسول الله غير البرية. ولا تاش من يرد عنك مقالتي سوى جاهل أو منكر شمس راوتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي بجاه رسول الله غير البرية. أبى الأنبياء والرسل كل يباشروا خيوره من يتام أهل النبوة. فيا ربي ثبتني على عمليتي يا رسول الله خير البرية. وما نشد المكتوم مدرك أنبياء فلو ذرة منه لذاب كبدتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي بجاه رسول الله خير البرية. وما شم أقطاب وفرد ومفتو وكل ولي مدرك الهتم قدوتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي بجاه رسول الله خير البرية. فنسبته للعارفين كنسبة الهواس لآمة لرتبة هتمتي. فيا ربي ثبتني على عمليتي يا رسول الله يا غير البرية. مقامه لا يدريه إلا محمد له في محمدية غير وقفتي. فيا ربي ثبتني على العبدية بجاه رسول الله غير البرية. وليست لأقداب ولا لمفاتهم جعل واسه لفرل ومنتي. فيا ربي ثبتني على العبدية بجاه رسول الله خير البرية. وليس لعارف وصول مقامه وقد فرى النبي بذال وسيلتي. فيا ربي ثبتني على العبدية بجاه رسول الله خير البرية. سوى السابق فازوا بالمنى والسعادة بنظرة وجه المصطفى وبصوبتي. فيا ربي ثبتني على العملية بجاه رسول الله خير البرية. على مدمهم في نيل فرل الصحابة ودرك مقامي لكل الهليقة. فيا ربي ثبتني على العملية يا رسول الله يا خير البرية. فأعمالنا معهم كما قال شيخنا فدير الأبات مع أبي بن ميلك. فيا ربي ثبتني على عمليتي بجاه رسول الله يا خير البرية. فكم من مزية له وكرامة توقفت ورؤا عن الأفرلية. فيا ربي ثبتني على العملية بجاه رسول الله خير البرية. فلا تقتري مزية أفرلية ويوجد في المفر غير مزيتي. فيا ربي
ثبتني على الأهلية بجاه رسول الله خير الولية. الحمد لله من غودي الله يكام ونم وطا من البرما وطا داقا يتم ولم مشهور سجاني الله يكارا مسيدا وما دامو كارنتا ونم قصيدة وطاك يتبعاني عشكم طريق التجانية داما عشكم تيبعاني طريق التجانية وكنشو كنشمتا للابن عكي نيما عورم مريدي daga daban da ake nema a wurin karanta wazifa daga daban da ake nema a wurin karanta zikirin juma'a daga daban da ake nema a kanun murini da shehinsa da farala ta salatul fati da farala ta jawaratul kamali da girmama juna da fatan alkhairi ga juna da dukkan dai sauran hukunce wannan kasida ta ya kuta da fariya ta kunsa ومن قولي الله تعالى الله مبارك ما كما نعيش بدأت نبارة ببسم الله لتشوى بسم الله الرحمن الرحيم نبارة بسم الله والحمد نبارة بورتشوى الحمد لله إرهادا كل سنتي نبارة بسم الله ومن قولي الله سبود الله نيشير يدني بمهر الرلا يتنثر يتنسى والبرالي يتنثم فرلسى للأحمدية كوندن طريقة أحمدية سونا قيتنا ما طريقة هو طريقة الفضل والرجاء مؤسسة من الكتاب والسنة إذا طريقة شهور الجاني طريقة جوة أكا جنا تأكن تنثر يد الله دفرلسى واندهيقان شاتكينتا zabi ne na Allah ita falala Allah ba kowa ke bayarwa ba ba kowa ake ba ba innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ita falala Allah wanda Allah ya so yake bawa kai daga ga Allah ya baka ka gode wa Allah ba wayanka bane ba karatunka bane ba zamanatinka bane ba yawan duniyarka bane ba wayanka bane a a tun azal Allah ya zabe ka kai dan dariga tijaniya saboda kuma da yake cewa na gode wa Allah da tsantsan farala Allah da ya dasa ta sa na dan na zama dan tijaniya to mu ma mun gode Allah kan haka usalli ala nabi bayan haka kaga ya fara da bismillah sannan yace alhamdulillah yayi amfani da hadisan annabi guda biyu da yace kullu amrin zibalin lam yubda bihi bi bismillah fa huwa abda'u wa huwa aqdau wa huwa ajzam ma'ana duk abinda ba fara shi da bismillah ba albarkarsa kadan ce haka wani hadisin ce wani kuma ce a kullu amrin zibalin lam yabda bihi bihamdillah fa huwa ajzam wa huwa aqdau wa huwa ajzam duk abin da ba fara shi da alhamdulillah ba a wani hadisi manzala ya ce wannan abun qalilul baraka albarka sa kadan ce saboda haka sai ce na fara da bismillah dan amfani da hadisin bismillah na biya kuma da cewa alhamdulillah dan hadisin alhamdulillah to yace sannan kuma usalli ina yin salati على النبي النبي صلى الله عليه وسلم واصلي قصيدتي sai dan kana wata wasiqa zaka yi ko littafi zaka yi ka rubuta kai salatin annabi cikin wannan littafi har ila yawmul qiyamati la dan wannan salatin ya daya ta kana samun sa yace wa usmi wannan an baka qasidati ita wannan waqatawa biya butatin faridatin wato luhulu ace wata take ba irin ta fi dariqatin tijaniyatin dai bayani a cikin dariqa ta tijaniya lilahatin ta khatimul awliya ita dariqa din shi da shi tijani wal qudibi qudubin nan ahmad at tijani shi shi ahmad at tijani al marawi wanda aka haife shi a ayni madi wa fasi turbati aka rinse shi a fas kabarin sa yana fas amma a ayni madi aka haife shi to wannan waka zata bayani ne akan dariqa ta wannan bawan Allah shi ne shawa Ahmad Tijani fasalun fi bari manaqibihi radiyallahu anhu fasalun kuma zai bayani a cikin wasu daga cikin darajojin shi dan Allah ya tada shi huwa albarzahu al'ala Tijani shine madazi wanda yake madaukaki wa usul wasaili shine tushen dukkan wasu wasiloli ma wayan bu rahmatin shine mabubbugar rahmar ubangiji wa baharul haqiqati shine kogin haqiqa na sanin Allah summiya indahum a wurin waliyai suna ambatan shi wata jani bilhatain cewa shine khatimul awliya wal makatum wal makatum wanda aka koye darajarsa
لهتمي ولاية وكتمان رتبتي بهي هتم على مولا كمال ولايتين لشوت جانا الله يجكا وليتكا وليتكا وتوليتكا أقوي ظاهرة أقوي باطنة أقوي ظاهرة أما أقوي ظاهرة خاصة أقوي باطنة أقوي باطنة أما أقوي باطنة خاصة لشوت جاني يجكا وليتكا باطنة خاصة النبي عيسى يقول شيء زي يجكا وليتكا ظاهرة أما كما هتمت رأسا وليتك ظاهرة أما بروح وكلمة النبي عيسى ونجين روح الله وكلمة سيظل هاتما وظهور ولاية النبي عيسى إن يزو ننقبا زيزو يبين أولي با النبو زيزو أولي زيزو شكرا بقل أن أولي جين أن شكرا تلاتن دعوك زيداو شكرا بقل إن يداو ولي so da haka zaman sa zaman annabi Isa wali al'umma annabi ba ci baya bane da yawa annabawa sun yi burin su zama cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba samu ba na amma annabi Isa ya samu so da haka annabi Isa in ya zo zai zo da a matsayin wali ba matsayin annabi mai shari'a ba da shari'ar annabi Muhammad zai aiki kaniko annabawa da yawa sun yi buri ina ma su ne da suka ga irin falalar da Allah ya yi mana abubuwan da ni'imomin da Allah ya yi mana suka yi burin Allah ka sanya wannan al'umma su zama al'umma ta Allah ya ce a al'umma masu gida Muhammadu ne daga digo to da ƙarshe dai da kansu ka ce Allah ka sanya mu a cikin al'ummar annabi Muhammadu tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqalu annabi Musa ya gani a cikin al'ummar da Allah zai bayyanar akwai al'ummar da idan ta yi sadaka za ta ci wannan abincin sadakar da ta yi kuma Allah ya karba sauran al'umma kuwa in sarki suke sadaka su ba za su ci ba sai dai mutane su ci amma mu za mu yi sadaka kuma mu ci a cikinmu kuma Allah ya karbi sadakar to annabi Musa ya ce Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma ta mana Allah ya ce a wannan al'umma masoyina Muhammadu ya sake ganin cewa akwai wata al'umma wadda idan tana bukata tsakaninta da Ubangiji da rat ita da Allah za ta roki Allah uluduni astajib lakum haka Allah ya ce ku roke ni in amsa muku Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma ta Allah ya ce al'umma masoyina Muhammadu ne su ko sauran al'umma ba su isa ba sai dai su je su gaya wa annaban su shine zai roƙa musu Allah amma mu kuwa da rat tsakaninmu da Allah za mu roki Allah to irin wayannan abubuwan ya ta gani sai annabi Musa ya ce ya Allah ka sanya ni cikin al'umma annabi Muhammadu ma to kaga annabi Musa bai samu ba shi annabi Isa ya samu saboda kan annabi Isa ya dawo a matsayin wali a al'umma annabi baci ba yayi ba baci ba yayi ba manzo Allah ya ce ulama ummati ka anbiya ibni isra'ila al'umma malaman cikin al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila suke wani bai wuce mutum 20 suka ba da gaskiya da shi ba wani ba su wuce mutum 50 ba wasu ba su wuce mutum 100 ba to mu dauki shehu ibrahim kawai al'amajiran su a duniya miliyan nawa ne miliyan nawa ne almajiran shehu ibrahim a duniya miliyan nawa ne a duniya almajiran shehu tijani to saboda haka abinda annabi yake da bikin saboda haka dan annabi Isa ya zo a matsayin wali a wannan al'umma baba ya yi ci ba shi ya san baba ya yi ci ba yi saboda haka wali ne da cikin waliyan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam falaysa waliyun ba'dahu bil mashiyati sai ya zo ya yi wannan shekara bakwai ya tafi to babu kuma wani wali kuma da ya sake bayyana dan haka mashiyar Allah ta hukuntar sai yanzu a wa inni kannaitu huwa bal fayri me ya gudul bai yace ni dai alkunya da nake shauri da ni akwai laqabi akwai alkunya laqabi shine yake alkunya shine yake fara da abu laqabi ko shine can wani abu da zaka ji an kira ka alhaddadu maqiri kaga ni ko makal haddadu laqabi kenan makiri ne ko albanna'u magini ne to shi ko alkunya tana farawa da abu hafsa kaga ni ko to sai ce ni alkunya da nake shehu da ni abul fayri shine uban kwaren ya kwaren yan alkhairi na duniya da lahira
إنه يمد جميع العالمين بفيرتي. شوتي جاني ينا دقن دكن ملدة بفيرسا وكاسني وبكسني با وبا قومي دي منا استغفاري استغفاري شكي دوكي بلالي دقا دنيا وكايت وبكايت وبمومجي دوكي 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 ملالي so da haka wat istighfari kenan guda daya in mutane suna istighfari Allah alƙawari ne na Allah ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna wannan alƙawari ne na Allah Allah ba zai wa al'ummar annaba azaba ba mutum suna yin istighfari to kaga aiki istighfari shine aiki mu so da haka mu muke rike da duniya mu ne garkuwarta dan da aka ce babu duniya ko mutun ya yadda ko bai yadda ba illa mai kuma yazkuru Allah zalzalan zalzalu sa'atin wa nadal muazzin aka ce babu yanda janiya kuma babu zaman duniya ta kare to fa kullu waliyin wurin ga mai kaga dukkan wani wali da ka sani kaifa kana yadda matsayin sa yake a bali taka bi baharihi umidda to a kogin shi wato jani aka dade shi bi kadari malahu min farilati gurgudan daraja da falala da yake da ita to daga kogin shi wato jani aka dade shi من أول نشأة العوالم وبرنجا مك ولي فتن دعا الله تن لوكتن الله يبارك حالتا نولي إن دعك بارا تن ولي نبارك كلها دعك باكينا إلى النفي هر أبو سكوا مالك يا مات كو نولي نفي بيجي يسقي كل فرد وذرة شيء ليش كمان عددهم كو نولي نمسا شيء كده نمسا وأسأل ربي ما لك تدنا روق الله وبنجينا أن يمن بفرله لما يمن بواد إيرم ونا فرلا تاسا وفرل رسوله دم فرل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بفيرتي لما أنسان إيرم ونا فيرة تشهد تجانا وديك ودكهم ولي نتن دعك بركو حتى نهال قيامة فما فار من ذات النبي محمد duk wani abu da ku ga taho daga zatin manzon Allah ya kwaran yo talaqatu zatul hatain zatin shehu da nake cebar wannan abu duna wasiqati babu wani wasu da tsakanin sa da manzon Allah kama ta talaqa kullu fayrin min anbiya kuma inda ka san dukkan annabawa su ma suna cebar dukkan abin da ya taho daga zatin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma haka yake cefa ورسولهم من زني سنا تبرت أبن نجوى دعا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا تهيتي هذا النبوة ده من زني سلاتي يتبرت لرئيسه من شو تجاني أجي روحي وروحها كذا ده روحي نهاد روحي من الله كما حق سكي سبابا ده وسنا يجي روحي من زن الله ينادى النبوة ده من زني نيكم روحي نهاد ده siddiqai da waliyai da kudubai dukkan ne kuma na ruhi haka yake to faminha tafarraqa da fuyurul aliqati da nan ne kuma duk wani abin na halitta da ya samu wani wannan alkhairi wani kwarin ya to daga fa wannan kwarin ya samu amma zarratun babu wani abin halitta illa wa fazar bi kismati ya samu rabo da wannan rabo wannan sai ya rabo ta irin wannan rabo daga rabon shehu tijani abin da ya ba rawa bi wasiqati lahatun tijani abin da ya samu ita zarra din da samu ta samu ne fa ta wasiqar shehu tijani Allah ya dade shi ahmada adil fayri da alkunya sa uban kwaran ya kwaran ya alkhairi kullu bi zabi sirrin wa jaharati ya kai dan uwa wannan magana da na faɗa maka kar ga boye ta in ka so ka boye in ka so ka bayyana haka take wala ta shaman ya ruddu anka maqalati ka ji tsoron wanda zai maka musu wannan magana da na faɗa cewa duk wata kowace irin zarra duk abin da ta samu da gauran shehu jani ne kar kai musu wannan ba ma wannan ne zai musu ba siwa jahilin wanda yake jahili wanda yake bai sani ba abu min kirin shamsa rahawati wanda yake musu rana da ta fito lokacin hanzi idan rana ta fito sai ka ce baka ji ta ba to in makawo ne zaka ji zafin ta ko in kuma kana da ido zaka ganta kuma zaka ji zafin ta to ba mai wirin wannan karama ta shi dan haka take kamar rana a wurin mutum ko kuma a kurun a wurin da abin halitta in ba ka ganta ba ka ji zafin ta adal anbiya adal anbiya wannan abu da na gaya maka ba
duk wanda ya samu wani kwarin yana alkhairi ya samu ne da kokin shehudu da ne jitu amma banda annabawa fa war rusuli banda manzanni kullun yubashiru fi yurahu min hitani ahli nubuwati annabawa da manzannai su suna samu kwarin kwarin su ne daga cikamakin annabawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam amma na shi kalmakatumu madaraka anbiya sujani be shaki abinda annabawa suka riska ba falau zarratun minhu da wani abu daga madarakin annabawa tabadda za ta bayyana ga sujani da za bai ce wallahi da sai narke wama shamma aqtabun kuma dukkan gudubai kuma basu shaki wa fardun abu fardun waliyan na gidi musu amuradu wa mimtawun da mabatul kunuzi وكل ولي دكان ولي سوما بس شاقي مدرك الهاتم قدواتي ابند شوت جان جاغورا نا يرسكا با كما ان شي ما ابند انباوا سكا شاقا بي شاقي شي تو سوما هاغان دكان وينن ولي ده muka fada kudubai da abaradu da mafatul kun duk ولي سوما بس ما شما ما شما مدرك الهاتم سوما بس دندني ابند شوت جان يدندنا با ana sabatu lil arifina warai maka misali inda zako zaka iya ganewa inda hankalinka zai iya dauka ga dangana shaudu jani ga masana Allah kana sabatu lil hawasil amatin ga dangana hassawa da ammawa ne akwai bambanci kuma abinda hankalinka zai iya dauka ne aka baka misali lirtubata atamati khatamiyya dinin tasa مقامه هذا مقام شهود جاني لا يدريه إلا محمد ما ذا الله سبحانه بان ليس غير مقام شهود جاني له في محمدية غير وقفتي أبي بيير واتو سنية أحلل شواتو أحلل شهود جاني بحضر محمدية شيني كورن يسان حقيقة سا وليست لأكتاب ونم با وقبادم صورم كنا بيبسامو با ولا لمفاتيح مفاتيح الكنوز ما بسامو با بها الله وحصه ونم وقفا جاسا تكارن سا دمازا الله الله شيك شيشو تجان شيني كو الله يكي بانتا دو النم بفرل ومنتي دفرلسا دبري ورسا شيه مصا فرلا شيه باشي وليس لعارف وصول مقامه ان مثلا الله يكاي غسن الله باذك سادو ده كده مقام شو تجانبا وقد صرح النبي بذل وسيلتي والله فيها وسيله تجين شو تجانبا وان دي اند وان ولي يكاي غ متاي باذك شو تجانبا سوى صاحبي تو اي صاحبي ولي ني سو ما كو تو كاكا دي من فدا تشوا دي اند وان ولي يكاي متاي باذك شو تجانبا يجي تو اما فبن ده صاحبي سن فتا فازوا بالمنى صحابي سر ربوتا دبوري والسعادة سر ربوتا دارزكي بنظرة وجه المصطفى وبصحبتي ابن نسكا في بيتي قوة كينا سنغا النبي كما سندونا تارا دشي دوان نسكا في بيتي قوة سوداكا سوبا راس اتشي مسو صحابي شي جاب اتشي مسو علي امبتشي سد صحاب النبي يابا امبتشي سد ولي سوداكا صحابا شبابا بن لبيش فلا مقام في فرل نيل السعادة باب وانا مي قدعي اچه واي واي دي زابا فلا لسحابة ايرن عبد السحابة سيكي رجينا فلا لابا وانا دي زابا ايش ودرك مقاميهم باب وانا دي قدعي دي زابا مطعي ايرن مطعي سحابة لكل الهليكة اچه قدعي تاكب باب وانا دي قدعي اچه واي امانا هو دي زابا مطعي ايرن مطعي سحابة باب فأعمالنا معهم هذا ايوكم سحابة دنگانا دا ايوكم كما قال شيخنا كما عند شو مشوت جاني فقا كأير لك أتاتي واتو كما تسنسن دروالي ما أدبي بن ميلتي شعر تبيع إرن تتلو مسالي ينسك موانا دامنا حتشي تبيع تدريجين سما زي أعوى أعوى دايا تلو ولا تيجي لا تيجي ما تيجي بعد وانا ما حقا مسالي نيوان حقا يزي ينوكا سو راك أيكيو صحابي أي دم ما كوا ما أي حسنا جنك حسنا تمسا sahaba sunna su suka yada addini kai kanka hasana ne daga cikin hasanatu to saboda ba wanda zai kwadayin cewa wai zai samu matsayin su ko ya bi su babu dan ka ji mun faɗi wannan ba mu ce shi wuce da ya fasa ba annabi ba hakan min maziyatin lahu wannan wata maziya ce ga shehu tijani wa karamatin karama ce ga shehu tijani tawaqqaf tawarruan ka tsaya kawai dan tsantsai ni alal afdaliyyah karkai bincike wai afdaliyyah take فلا تقتري مزية أفرلية إذا الله يباك مزية تو إيه مزية باتنا نمو ويكابون كابون الله يباشي
wato maziya ma kafin shi babu Allah ya baka maziya karka ce a maziya da Allah ya baka kabuwan da yake a faralu ba haka bane wa yudadu fil mafarul hayru maziyati akan sami fiyayyen daraja ga wanda aka fi misali yanzu ruwa da tarare sai ka samu kulbar tarare ta 50 ko ta 100 da ruwan ku ba wani mai yawa bane amma taula guda daya nawa zaka saye ta kuma kulba nawa za a dura a cikin kulbar kaga maziya ce ta tarare Allah ya ba wa tarare maziya amma ai baban sa ruwa ne ko ai ruwa zaba shine baban sa ai da ruwa aka yi shi to dan Allah ya ba shi wannan daraja sai ya ce ya fi ruwan in ba ruwan a yi tararen to haka abin yake so daka Allah zai iya kan ba wasu maziya amma maziyar da Allah ya ba su bai nuna cewa ya fi su ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam idan da sayyidina umar idan sayyidina umar ya taho daga masallaci bakin hanya ya biyo hanya shaydan daga can sai koyi kuma wancan layi ba sa hada hanya da shaydan sayyidina umar ya man idza salaka fajjan salaka shaydan fajjan gairi dai hanyar da sayyidina umar ya bi shaydan baya bi duk wurin da sayyidina umar yake shaydan baya zuwa wurin to amma yanzu ga annabi yana zaune Aisha an ce tana budurwa an yan matan amarya sun zo sun manzala na zaune da sahabansa ana ta kaca ana ta hayaniya manzala yayi musu magana yace su tsatsanta muryarsu sun yi shiru can sai ka koma jin sun sake hira a sake musu magana su sassauta muryarsu can sai ka tukun sake dauka murya can sai aka ji kuma sun yi tsit ana jin sun yi tsit sai ga sayyidina Umar ya ce assalamu alaikum ya rasulullahi sahaba musamman ba a hada wani da shaɗan dama shaɗan ne ya zo yake ta sa su wannan surutu muke ta hannun sun bi kaga maziya ce ta sayyidina Umar to dan Allah ya ba sayyidina Umar maziya sai a ce ya fi annabi shi annabi gashi yana wurin shaɗan na a turan a cikin masallaci mazala yana cikin masallacinsa sai a ga ya kai cafka kamar zai kama wani abu to duk abin da annabi ya sai sahabbai sun tambaye shi ya rasulullahi muna cikin masallaci mun ga ka kai hari kamar za ka kama wani abu sai ta ai shaɗan ne na gani da na kama shi zan ɗauro shi a cikin ginshiƙin masallaci yaran Madina su ta wasa da shi ga annabi ga shaidan a wuri da to amma Umar ba sa ɗauri sai a ce dan Allah ya ba Umar wannan maziya sai a ce ya fi manzo Allah a da fi shi ba maziya daban a faral ya daban manzo Allah shi ne a faral khalqi shi ko sayyidina Umar maziya ce Allah ya ba shi ba ya haɗa wuri da shaidan so da haka misalin irin wannan kenan maziya ce ta shehu tijjani afraliya ce Allah ya bashi ba lallahi ba la wa yujadu bil mafruli hayru maziyati to barbe ta dai ba sayyidina muhammadin al fatih lima ubul qawlat lima sabaqa nasir al qibla سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيفان كما كما ذكري سيفان دورا سوى صلى الله عليه وسلم تمام